مافتتاح العارضة الإلكترونية التي تعمل بتكنولوجيا البطاقة الذكية في مرآب الكرخ الجنوبي، أي ما يسمى بمرآب العلاوي. هذه التقنية تعمل لأول مرة في المرائب العراقية، والتي ستعكس واقعا إيجابيا من ناحية الزحامات في مداخل المرائب ومنع الفساد الإداري فيها. البطاقة الذكية والعارضة الإلكترونية ونظام الجباية الإلكترونية، هذه لأول مرة تجربة تدخل في مرائب العراقية، وحقيقة هذا فيه فوائد كبيرة. أولا للتخلص من الفساد الإداري، وثانيا عدم استغلال السائق بدفع مبالغ أكثر من المقررة، ومن ثم انه يعكس فد مظهر حضاري متطور. بطاقه ذكيه ومعمول به في حتى في الدول المحيطه، لكن كنظام رقابي ومحاسبي دقيق بهذا الشكل ما معمول به، فلذلك استغرق من عندنا هذه الفتره. وثم دخلنا حيز التنفيذ، وحيز التنفيذ هم بالمناسبه اقولها ما كلف الدوله اي مبالغ تذكر، لانه تم باسلوب التشغيل المشترك اللي تعتبر وزاره النقل رائده فيه. سيقول مركبة تعدوا هذه التجربة خطوة مهمة بالنسبة لهم، فبعد أن كانت الوصولات تقطع داخل أكشاك الجباية وبأسعار تزايدية يوما بعد آخر، فاليوم أصبحت لهم بطاقة ذكية وبأسعار ثابتة، ناهيك عن فائدة العارضة الإلكترونية بالتعرف على المركبات الخاصة بالمرائب. لهذا السيم كارت من مصلحة السائق حتى حقه لا يروح، يضمن به حقه. يعني احنا نقطع جبايه بالبحث، يعني مثلا ياخذون 3.5، هو لا، هسه المبلغ المكتوب لك 2.5، يعني حقك ما يروح، ضامن حقك به. وش قد ما تخلي به رصيد هو هذا لك. يعني مرائب النقل اصبح لها اهميه من قبل الشركه العامه لاداره النقل الخاص، بعد ان كانت مهمشه من قبل الجهات المعنيه، فاليوم هي بحله الكترونيه جديده والتي تعمل بها البلاد لاول مره، اذ ستعتبر انطلاقا من هذا المرآب إلى مرائب العاصمة وباقي المحافظات. ميثم العامري، قناة آفاق، بغداد.